يعني انا اعزب حقيقه من الاخوه المؤمنين انهم كيف لم يكتشفوا حتى الان حقيقه ان دول المالكي وابنائه ليسوا من الشيعه حقا. هؤلاء ينتمون الى الحزب الذي يسمى حزب الدعوه. وحزب الدعوه نسخه من حزب الاخوان المسلمين. وهذا الحزب مدة سرطانية نشأت في جسد الأمة الإسلامية منذ السبعينات أو الستينات قبل ذلك، وكان الغرض منه هو في واقع الأمر اختزال الدين بالسياسة، والطموح كان هو الصعود للحكم والوصول للحكم بأية وسيلة ولو بإحداث تمازج هجين بين التشيع وبين عقائد الفرقة البكرية. وهذا التمازج هو الذي أدى إلى إحياء الفرقة البكرية التي حذر منها أئمتنا الأطهار صلوات الله عليهم في أحاديثهم، والتي كانت قد نشأت في زمانهم وحاربها الأئمة عليهم السلام إلى أن قضوا عليها، ولكنهم تنبؤوا كذلك بأنها ستظهر من جديد. والفرقة البتريّة خصالها هي هذه، أو علامتها هي هذه، أنها تمزج بين عقائد التشيع وعقائد الآخرين. ومن أهم تلك العقائد مسألة الولاية والبراءة، فإن الفرقة البتريّة تدافع عن أعداء أهل البيت عليهم السلام وقتلتهم، إذ تخلط بين ولاية الأئمة وولاية هؤلاء. ولا تقول الفرقة البتريّة بالبراءة كما نقوله نحن الشيعة، وإنما يقولون بالتخطئة. وبالفعل هذه علامة نور المالكي وإبراهيم الجعفري وحزب الدعوة ومحمد حسين فضل الله والخالصي وما أدري ذاك شنو اسمه هذا تسخيري وحسين الراضي ومن أشبه من أشقاء أو إخوان أبناء عائشة بالرضاعة، إخوانهم بالرضاعة رضاع الكبير. هؤلاء جميعا هذول كلهم هؤلاء يخلطون بين ولاية الأئمة الطاهرين عليهم السلام وولاية أعدائهم، ولا يقولون بالبراءة من أعداء الأئمة عليهم السلام. لا يقولون نحن مثلا نبرأ من عائشة، نبرأ من عمر، وإنما يقولون بالتخطئة. يقولون نخطئ عائشة، نخطئ عمر، فاقتربوا إلى موقف الطائفة البكرية في عقيدتها هذه، لأن الطائفة البكرية كذلك تقول بالتخطئة، تقول أنه عائشة مثلا أخطأت، اجتهدت فأخطأت، معاوية اجتهد فأخطأ، وهكذا. نعم، الفرق الوحيد هو هذا، أن الطائفة البكرية لا تقول أن أبا بكر أخطأ إذ تولى الخلافة وكان هنالك من هو أجدر منه وهو أمير المؤمنين علي عليه السلام. إلى الآن الطائفة البكرية ما وصلت إلى هذا المستوى، لكن الطائفة البكرية تقول ذلك، تقول نعم علي هو الأولى بالخلافة، هو الإمام، لكن أبو بكر أخطأ في أنه تولى قبل علي عليه السلام في سقيفة بني إسرائيل، لكننا لا نبرأ منه ولا نكفره ولا نلتفت مثلا إلى قول الإمام زين العابدين عليه السلام أبو بكر وعمر كافر، كافر من أحبهما، كافر من أحبهما، لا نقول بهذا، وإنما نقول بأنهما مخطئان. وتجد من علامة هذه الفرقة البتريّة، البتريون الجلد هؤلاء الذين ظهروا في زماننا، أنهم يعني في قضية الشعائر الإسلامية، الشعائر الدينية، الشعائر الشيعية يحاربونها، يحاربون كل أمر يشكل حاجزا أمام تماهي العقيدة الإسلامية بالعقيدة البكرية، أي العقيدة الشيعية مع عقيدة أهل الخلاف. فقضية مظلومية الزهراء صلوات الله عليها، قضية ضلع الزهراء صلوات الله عليها، جنين الزهراء المحسن الشهيد، هؤلاء لماذا يضربون هذه القضية ويريدون إسقاطها؟ لأنها تشكل حاجزا بين أن نطبع العلاقات مع الآخر، و
يعرفك بها العلاقات. فلذلك يضربونها في إعلامهم الفاسد المريض. وكذلك قضية الشهادة الثالثة، وهذا أمر بالعلم معروف، محمد حسين فضل يفتي بحرمة الشهادة الثالثة، أنه لا يجوز أن يذكر الإنسان الشهادة الثالثة، وهذا الجعفري ونور المالكي ومن أشبه هؤلاء يقلدون محمد حسين فضل الله، فلذلك بشكل طبيعي أنهم لا يؤمنون بالشهادة الثالثة ولا يذكرونها. وعلى أي حال هذا أمر ينبغي أن يكون عند الجميع معروفا. شعب العراق عليه أن يستفيق وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل مما اقترفه بغير علم، بغير علم. لقد خدعوا هذا الشعب وجعلوه ينتخبهم دون أن يدري أن عقيدته تخالف عقيدتهم. هؤلاء مجموعة من اللصوص، مجموعة من تلطخت أيديهم بالدماء، مجموعة من المنحرفين الذين شذوا عن التشيع وكونوا الفرقة البترية الجديدة. هؤلاء ينبغي إسقاطهم ومحاربتهم، بل البراءة منهم أمام الله تبارك وتعالى.